خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذه المسابقه. معانا عبر الهاتف الاستاذ عبد المنعم الكناني، وكيل مديريه الشباب والرياضه بكفر الشيخ. صباح الخير عليك يا استاذ عبد المنعم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل مشاهديك، وصباح الخير على كل شباب وطلائع جمهوريه مصر العربيه. يا اهلا بك. يا لعبه بتعتمد على الذكاء وبتعتمد على التركيز الشديد، هل انتوا متعودين دايما انتوا تنظموا هذه المسابقه بشكل دوري مثلا؟ طبعا هي مديريه الشباب والرياضه عندنا خطه دايما بنحطها لرعايه النشئ على في المستوى العمري من 10 سنين لحد 16 سنه، بالاضافه للخطه الثانيه اللي هي بتناسب الشباب فوق 18 سنه. طيب طبعا مديريه الشباب والرياضه يعني كل سنه بننظم هذه المسابقه، بيشارك فيها عدد كبير من ولادنا الطلائع. السنه دي كان مشارك معانا الحمد لله 200 طليع في الفئه العمريه من 10 سنين ل 16 سنه، وتم التصفيه لحد ما وصلنا ل 18 مشارك على مستوى المديريه. ازاي بيشاركوا يا فندم؟ يعني على اي اساس بيتم اختيارهم للمشاركه؟ هو طبعا احنا بنعمل نشره، النشره دي فيها محددات وشروط الاشتراك بيتم نشرها بين مراكز الشباب المختلفه، واحنا عندنا في محافظه كفر الشيخ مديريه الشباب والرياضه 245 مركز شباب بيشارك معانا. الغاوي يشارك واللي عنده المهاره ان هو يشارك في المسابقه، بنعمل تصفيات على مستوى مراكز الشباب والادارات الفرعيه، كل اداره بتصعد الفائزين منها على مستوى الاداره. ده عظيم. وبعد كده بناخد الفائزين ونعمل لهم مسابقه ثانيه على مستوى المديريه اللي حضرتك كان بيها التقرير دلوقتي. طيب ده عظيم جدا. دور المديريه، مديريه الشباب والرياضه، ايه دورها ايه في تاهيل النشء وخاصه في الالعاب الغير شعبيه والشهيره؟ هو طبعا يعني طبعا اللعبه زي ما التقرير ذكر ان احنا بنحاول نحارب عمليه الادمان الخاصه بالانترنت ومخاطر الانترنت، وكتير من شبابنا واولادنا بيقعد كتير قدام الانترنت وبيمارس لعبات خطيره ممكن تؤدي بحياتهم الى الوفاه. لكن اللعبات الشعبيه واللعبات الاجتماعيه بالذات زي الشطرنج لها فوائد كبيره بالنسبه للطلائع وللشباب، زيها زي بالظبط المسابقات اللي احنا بنعملها الثانيه في الرسم والشعر والزجل والحاجات التانية. فكده المديرية بتحاول تعمل تنسيق ما بين اللعبات المختلفة وما بين تنمية المهارات المختلفة بالنسبة للطلائع والشباب. ده عظيم. لازم يكون في بقى تشجيع يا استاذ عبد المنعم، بتشجعوهم ازاي على الاشتراك في الالعاب دي؟ هو طبعا بالاضافة للجوائز اللي بتتم من داخل مديرية الشباب والرياضة، المشاركة والتشجيع الاكبر بيكون من اولياء الامور ومدير الادارات الفرعية ورؤساء مجالس الادارات، بالاضافة الى المشجع الرئيسي في العملية وهو وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ودي طبعا حضرتك كلها دايما بتكون بتوجيهات مع الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي هو بيوجهنا دايما ان احنا نكون مراكز شباب، مراكز شباب خدمه مجتمعيه تراعي كل النشأ وكل الفئات العمريه. عظيم. هل مثلا من ضمن الفائزين في هذه المسابقه ممكن يشتركوا بعد كده في مسابقات على مستوى الجمهوريه مثلا؟ هو طبعا للاسف ان احنا مديريه الشباب رياضه بكفر الشيخ او منطقه كفر الشيخ ما عندناش منطقه بنشارك بيها في اتحاد الشطرنج، ولكن احنا بنحاول ننشر اللعبه وننشر الممارسه داخل مراكز الشباب عشان في الاخر نقدر يكون عندنا مراكز شباب وانديه لها القدره والاستطاعه ان هي تشارك على مستوى الاتحاد، وان احنا نكون منطقه بدل ما احنا تابعين للمنطقه الغربيه. طيب ده عظيم. يعني بعض الالعاب غير الشهيره وغير الشعبيه ما بيكونش عليها اقبال، وضعها ايه عندكم في كفر الشيخ؟ هو ده طبعا دورنا بقى، دورنا كمراكز شباب ودورنا في تنميه النشأ ان احنا نحط خطط معينه ان احنا نحاول نخرج بره الصندوق وبره الالعاب الشعبيه الكبيره زي كره القدم. بدأنا يعني في الاخر ان احنا نعمل ملاعب جديده زي ملاعب الباسكت والملاعب الثلاثيه اللي هي الخاصه بالاثريل. عظيم. بالاكليريك، ان احنا نطلع بره الصندوق نخش في لعبات كره اليد والباسكت وكده. يا استاذ بتشجعوا اي حد عنده موهبه ان هو يتقدم ويمارس الرياضه المفضله بالنسبه له ان هي تكون موجوده جنبه في المنطقه اللي هو عايش فيها؟ هو طبعا ده غير ان احنا عندنا مشروعات ثانيه زي ممارسه الرياضه في الاحياء السكنيه وغيرها، احنا بقت كل مراكز الشباب عندنا بتوجيهات من معالي الوزير ان احنا كل مركز شباب وكل نادي ليه منصه الكترونيه يستطيع
كل عضو وكل شاب وكل مشارك في كل قرية ان هو يدخل على المنصة ويشوف ايه البرامج اللي بيتم تقديمها، ان هو بيشارك معانا في الأنشطة ديت، وبعدين بيتم التصعيد. احنا دايما بنعمل المشاركات بتاعتنا على مستوى 3 مراحل داخل مديرية الشباب والرياضة. المرحلة الأولانية على مستوى مراكز الشباب، المرحلة الثانية بتكون على مستوى الإدارات الفرعية، المرحلة الثالثة والأخيرة بتكون على مستوى المديرية إن شاء الله. بننشد بقى بعد كده إذا كان اللعبة دي لها اتحاد بنشارك على مستوى الاتحاد. عندنا حاجة ثانية الوزير بيراعها شخصيا والشباب والرياضة بكفر الشيخ ومديرية الشباب تحديدا ليها باح كبير فيها جدا، اللي هو مشروع البطل الأولمبي والبطل الأولمبي، الموهبة والبطل الأولمبي. عندنا مركز شباب بيلا ده بينافس منافسات كبيرة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط. كلمنا بالتفصيل أستاذ عبد المنعم عن هذا المشروع. هو المشروع طبعا ده برعايه مع الوزير شخصيا والاداره المركزيه للاداء الرياضي بوزاره الشباب والرياضه، وده بيهتم بالكشف والتنقيب عن الموهوبين رياضيا على مستوى الجمهوريه. احنا عندنا في مديريه الشباب والرياضه كفر الشيخ كذا مركز، من ضمنهم مركز بيلا في المصارعه الرومانيه ولعبه التايكوندو، بالاضافه الى الباسكت وتنس الطاولة. يعني عظيم، كل الموهوبين في كل المجالات الرياضية. ودي ألعاب غير شعبية، ولكن عندنا بيلة بالذات مركز شباب مدينة بيلة في المصارعة الرومانية، عندنا اللاعب أحمد بغدودة واللاعب عبد الرحمن عبد السميع، دولت خلاص انضموا لمنتخب مصر، ودي حاجة كويسة بالنسبة لمديرية شباب ورياضة كفر الشيخ، وإن هم يكونوا طالعين يعني من محافظاتنا. بكل تأكيد، ألف مبروك طبعا الفائزين في مسابقة الشطرنج، وكل الشكر لحضرتك أستاذ عبد المنعم الكناني وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، شكرا جزيلا ليك.